يعني لو قلت 2% كمان يبقى المجموع 18%. 24. ايوه الترقوة تحت الترقوة. ايوه تمام يا متر. امنت المداخل والمخارج والمفارق تأمنها؟ لا هي بتأمنها جاهزة حبيبي. ايه اللي في ايدك ده؟ انت مش قلت لي مش عايز لا دبانة تدخل ولا تخرج؟ ده مضرب دبان فعلا؟ أنا شفت حد قاعد في المكتب اللي جنبنا دوت ده، مين ده؟ ده أستاذ دمنهور، خال مستر حمزة الله يرحمه. اسمه إيه؟ أستاذ دمنهور. منين؟ إسماعيلية. ده تمويه، اسمه دمنهور من الإسماعيلية. ما تأمنلوش. طب روح شوف شغلك أنت. حلوة المساجو. تسلم إيديكي. راح فين؟ انت بتعمل ايه هنا؟ نوقف هنا. المتر قال لي ما تخليش لا دبانه تدخل ولا تخرج. انا دمنهور يا شعبور، دمنهور مش ذبابه. صح. صح، هو قال لي ما تدخلش دبانه. انت انسان. ايوه. خش يا باشا اتفضل. باخد تان. ما تيجي تاخد معايا عشان احنا الاثنين ناخد تان تان. حلو. طب ما يا ريت حضرتك تاخد بعضك وتخلع بقى عشان ده محل اكل عيش واحنا بناكل من ورا عيش وكده. والله رايح انت يا حبيبتي. بقول لها يا حبيبتي. بتقول لي روحي عادي. بقول لك هو انت شريك محل اكل عيش ده؟ للاسف لا. موظف هنا؟ للأسف. انت معايا ولا مع الأسف؟ معايا. طب معلش روح اقعد في اي حتة في الظل بس عشان احنا عندنا شغل. طب ممكن طلب بسيط بس معايا. انا عينيا. ممكن حضرتك تتفضل انت تسيبهم لي 5 دقايق بس. تقعد معاهم 5 دقايق؟ بس 5 دقايق بس. ده انت مش هتلحق تسلم. وانا ينفع اسلم؟ الله. خليك متعب. ثانية واحدة. بنات تعالوا سلموا على عمو دمنهور. عمو يا عم استر على نفسك. هلا حياتي شلونك؟ هاي كيفك؟ الله. بقول لك تعالي خلصي. خلصي خالص. لا حرام عليكي.